السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدرسة أطفال الرمث النموذجية التمهيدي شعبة سي، اليوم رايح يكون مادتنا اللغة العربية. يلا يا حلوين، يلا يا حبايبي، استعدوا إن شاء الله تكونوا ما زهقتوا. أكيد ما زهقتوش لأنكم بتسمعوا صوتي، والشاطر البطل بيحب يسمع صوت معلمته وهي تشرح له عشان يستفيد. يلا رايحين نعمل اليوم مراجعة للمقاطع، مراجعة للمقاطع وكلمات للتهجئة عشان نتمكن ونراجع ونشوف كيف تهجئتنا بعدها ممتازة ولا شوي شوي رجعنا. أنا عارف إنكم أبطال وشطورين. إذا خلينا يلا مقطع مقطع، خلينا مقطع مقطع. مين يحكي لي إيش هذا المقطع؟ ممتازين. فا فا فا. طيب مين يقول لي إيش هذا المقطع؟ عن عن. طيب هذا المقطع با با. طيب مين يقول لي إيش هذا المقطع؟ سن رن ري ري. ذو ذو ذو. طيب خلينا نعمل مراجعة كلمات، يلا نشوف بتعرفوا متحرك ولا ساكن ولا مقطع واحد ولا مقطعين. يلا ش وام. شم شم مقطع واحد متحرك وساكن. شم وسن. شمسن شم وسن شمسن. طيب ايش هذا المقطع؟ زي زي زي. وتون زيتون. زي وتون زيتون. طيب سو سو وإس. سوس سو وإس. سوس سو وإس. سوس آخر كلمة. إيش هذا المقطع لحاله يا تمهيدي؟ ممتازين. سا سا. أمي سامي. سا أمي سامي. فا عن. با سن ري ذو. سامي سوس زيتون شمس. يلا يا تمهيدي خلينا نكمل حرفنا الجديد نتعرف عليه اليوم. اليوم ان شاء الله راح يكون حرفنا الجديد سهل ومميز. سهل ومميز ويحتوي ويحتوي على أشياء أنتوا بتحبوها، تحبوها كثير. طيب بتحبوا أنتوا، بتحبوا تأكلوا الكعك مع الحليب، بتحبوا تلعبوا بالكرة. أيمس مين بحب يشرب بالكوب شاي عصير ماء؟ تفرجوا هاي الأشياء، تفرجوا. تحبوا تلعبوا بالكرة، تحبوا تشربوا بالكوب، بتحبوا تقرأوا بالكتاب، تحبوا تأكلوا الكعك. ممتازين. كل هاي الأشياء أنتوا بتحبوها صح؟ طيب إذا أنتوا بتحبوا هاي الأشياء، طيب مين يقول لي شو حرفنا اليوم؟ يلا مين الشاطر، مين البطل اللي بده يكتشف شو حرفنا اليوم؟ ممتازين. حرفنا اليوم، حرفنا اليوم هو الكاف. الكاف اسمه الكاف وصوته إك. اسمه الكاف وصوته إك. يلا خلينا نتعرف شلون نكتبه. نعتبر هذا الدفتر. يلا أول حرف، أول الكلمة من حرف الكاف، طلعوا شلون نكتبه. خط مايل
نعمل له نص دائرة هيك ونمد ايده هيكي بآخر كلمة، بننزل خط بنمده شوي، نرفع له سن ونحط له الهمزة. اكي بأول الكلمة واكي بآخر الكلمة، اكي بأول الكلمة واكي بآخر الكلمة. هذا الحرف له شكلان، هذا الحرف له شكلان، له شكلان، هذا الحرف له شكلان، شكل في أول الكلمة وشكل في آخر الكلمة. طيب لما بدنا نعمل هسه أشوف مقاطع الحرف، كتبنا الحرف وتعرفنا على اسمه وتعرفنا على صوته، بدنا نعرف وعرفنا كيف بنكتبه وعرفنا كيف بنكتبه، هسه بدنا نتعرف على مقاطعه، نشوف مقاطع حرف الكاف، مقاطع حرف الكاف. طيب مين يحكي لي ايش هذا المقطع؟ احسنت، كو، اك مع الاو، كو. طيب وهذا المقطع كا، كا. وهذا المقطع كي، كي، كو، كا، كي، كو، كا، كي. طيب مقاطع القصيرة ايش هذا؟ الفظ معي، ك، ك، ك. طيب الفظ معي، كن، كن، كن. كمان الفظ معي، يلا مع تنوين الضم، كن، كن. الفظ معي كمان، كي، كي. كمان الفظ معي، كه، كه، كه. اذا هاي مقاطع حرف الكاف، هاي مقاطع حرف الكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا تمهيدي خلينا نكمل اخر اشي درسنا اللي هو التحليل والتركيب والتجريد، وتجريد حرف الكاف. خلينا نبلش بالتحليل. حلل، حلل، بتعرف يعني شو تحلل؟ يعني نقطع، حلل من الكلمات مقاطع مع التهجئة، لازم التهجئة، ماشي؟ يلا خلينا نهجي أول كلمة، يلا كو، كو، وإب، كوب. هجي معي، كو وإب، كوب، كو وإب، كوب. يلا خلينا نحللها، يلا الكو مقطع، الكو مقطع، والإب بنحطه لحاله حرف، ماشي؟ يلا خلينا كلمة ثانية، خلينا كلمة ثانية. مين يحكي لي إيش هذا المقطع؟ س، ممتازين، س. وما، سامة. وكن، سامة كن، سامة كن. طيب أكم من هاي، أكم من مقطع، أكم غرفة بنحلله؟ ثلاث غرف، ثلاث أماكن. الس لحال شايفينها، والما مقطع لأنها عليها مد قصير، س، ما. هاي الما، وهاي الكون عليها تنوين ضم وتسمى مقطع. طيب لو أجينا قلنا ركب، ركب، ركب من المقاطع كلمات، ركب من المقاطع كلمات ثم اقرأ، ركب من المقاطع كلمات ثم اقرأ. ركب من المقاطع كلمات ثم اقرأ. يلا كو، كو، أورا، كورة، أوتون، كوراتون، كو، كو، أورا، كورة، أوتون، كوراتون، كوراتون، كو، را، كوراتون، كوراتون. طيب خلينا كلمة ثانية، حلوين،
كي 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 وتا كتا وبن كتاب كي وتا كتا وبن كتاب هاي التاء شو هاي؟ هاي تحليل وهاي التركيب. ظل علينا ايش يا تمهيدي؟ ظل علينا التجريد. تجريد حرف، تجريد حرف الكاف، تجريد حرف الكاف، تجريد حرف الكاف. يلا ناخذ كلمات. ايش معنى التجريد؟ معنى التجريد ان بدنا ناخذ الحرف من الكلمه، الحرف من الكلمة، الحرف اللي احنا بناخذه اللي بنشرح عنه هو حرف الكاف، بدنا ناخذه من الكلمة. كيف تفرجوا كيف بدنا نجرده؟ طيب كلمة كوب، كو واب كوب، كو واب كوب، هاي الاك بأول كلمة بنحطها أول مربع، ماشي؟ طيب س وما، سما وإك سمك، بنيجي لحرف الإك، بنيجي لحرف الإك، بنيجي بناخذ حرف الإك اللي بأول كلمة وحرف الإك اللي بآخر الكلمة، بنعمل هون مربع ثالث ونحط حرفنا اللي إحنا أخذناه هو اللي بآخر الكلمة. إذا التجريد بناخذ الحرف من الكلمة، التجريد بناخذ الحرف من الكلمة. وشكرا لحسن الاستماع، أشكركم يا حلوين.